قبل أنا دائم التفكير في المستقبل وكثير الخوف منه. أحس أني قانط من رحمة الله، فما نصيحتكم؟ والله كما قلنا قبل قليل، يعني المستقبل مكتوب، يعني ليش تحاتي؟ أنت الآن فكر في الشيء اللي ما تدري يعني شنو يكون، هذا مكتوب خالص. ما أصاب مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، إن ذلك على الله يسير. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله كتب مقادير الخلاق قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة. ليش تحاتي؟ ورزقك ليس ينقصه التأني وليس يزيد في الرزق العناء، وما كان من رزقي فليس يفوتني ولو كان في قاع البحار العوامق. يعني إنسان لماذا يخاف من المستقبل؟ والله العظيم يعني هي شرك المسألة لما قال الناس، ما قال الله تبارك ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم، ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم. الله سبحانه وتعالى مرة قال نرزقهم وإياكم، مرة قال نرزقكم وإياهم، فبين الله تبارك أحيانا يكون الرزق من هؤلاء وأحيانا يكون رزق للآباء أنفسهم. ولذا يقول أهل العلم إذا قتل الإنسان ولده، أو حتى هذول اللي الحين يسوون تحديد النسل وما شابه ذاك يمتنع من الإنجاب، إذا كان هذا الأمر بسبب الخوف من انقطاع الرزق، هذا يكون وقع في الشرك، نقص في التوحيد، نقص في التوكل، نقص في الإيمان بأن كل إنسان مكتوب له رزقه، وهذا رزقه بروحه وهذا رزقه بروحه، مكتوب أرزاق مكتوبة، وأنت في بطن أمك كتب رزقك كله من ألفه إلى يائه مكتوب كله، فلماذا تخاف من المستقبل؟ بل اعقلها وتوكل ولا تفكر. يعني الله سبحانه ضمن لك هذا، لماذا؟ يعني الحين لو جاءك إنسان، خلونا واقعيين، لو جاءك الحاكم زين وقال لك لا تحاتي وروح ادرس برا على حسابي، ما تروح أنت مطمئن؟ تروح أنت مطمئن. طيب لو الحاكم مات، لو الحاكم غير راية، لو الحاكم شو اسمه ما صار حاكم انقلبوا عليه، أي سبب من الأسباب، أي سبب، وارد ولا غير وارد؟ كله وارد، وارد ينقلبون عليه، وارد إنه يموت، وارد إنه يغير راية. زين هل ما هذا واحد يقول لا ما أروح، بالله الحاكم مات شلون هذا يطلع على صخر؟ والله ما يسويه، يقول لا بالعكس يطمئن ويروح. طيب إذا كان الله ضمن لك هذا، والله لا يموت ولا ينقلب عليه أحد سبحانه وتعالى ولا يغير رأيه، ايش تبي بعد؟ يعني أيهما أضمن، أن يقول لك الحاكم عندي أو يقول لك الله عندي؟ أيهما أضمن؟ أن يقول الله عندي سبحانه وتعالى. لما يقول لك الله تبارك كتبت لك رزقك وأجلك وعملك وخاتمة أمرك، انتهى الأمر، توكل على الله ولا تهتم، اعتمد على الله، ثق بالله سبحانه وتعالى. لابد أن تكون عندنا ثقة بالله تبارك وتعالى، وإلا كيف نكون مؤمن؟ كيف؟ هذا هو الإيمان بالقضاء والقدر، أن نؤمن بقضاء الله وقدره سبحانه وتعالى، وأنه يعني لا يتغير شيء. والله الذي لا إله إلا لن تزيد فلسا ولن تنقص فلسا من رزقك، ولن تأخذ إلا ما كتب الله لك، ولن ينقصك شيء مما كتبه الله لك سبحانه وتعالى. فاطمئن ونم قرير العين ومرتاح البال، والله سبحانه هو الذي تعهد، والله لا يخلف الميعاد سبحانه وتعالى، فلنطمئن لهذا الأمر.